ازيك يا جماعة؟ دلوقتي احنا نحضر تجربة البيبسي والبيكنج سودا والسبرايت بالبالونز والمانتوز والكوك، ونحطهم كلهم على بعض، والبالون هنحطها على بتاع نشرب منها بوكم في الكوك او السبرايت او اي حاجة اللي احنا نعمل بيها، مهم حاجة تكون سودا يعني، وعشان تفضل وقعدوا ينفخوا لغاية ما تفرقع. والله التجربة نجحت، وواحدة بس اللي فرقع، الباقي كله مرضيش يفرقع، قعد ينفخ. فما انت عشان تعملوها لازم حاجة كبيرة، صغيرين هيقعدوا ينفخوا بس، يعني تحتاجوا لتر وكده. الصغيرة دي قعدت تنفخ خالص مش راضية، علشان كده بنصحكوا صغيرة دي قاعدة تنفخ خالص ومش راضية تفرقع، الكبيرة رضيت وفرقعت، عشان كده بقول أحسن الكبيرة اللي هي زي اللتر دي، مرة واحدة زي ما انتوا شايفين. والله سلام، والتجربة نجحت، وأخيرا